العدا ما يطلع برا بس داخل وداخل الماتم دار ما دار استطوانه سلاطين. ايوه من ويش اللي يشيل عبد الحسن وغيره وايد ناس يشيلون. وهالجفير يجون ليله عاشر يجون اياكم يجون يعزون يجون من الجفير الى الغريفه هني يعزون في المسجد هني ليله عاشر بس. بلا كل اللي يعزونهم لكن ليله عاشر لازم يجون يشاركون ليله عاشر. زين شلون تطور العزا من داخل ماتم الى برا؟ سبحان الله تالي كفرت الاوادم له الاول الغريفه اللي تشونه هو الغريفة تشونا تشونا لو قليل قليل تشونا يعني مو وايد تطور يوم زادوا قاموا يتطوروا طلعوا قاموا يعزون وطلعوا يعزون برا شوي 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 صار هالحين نص بلا ما اعرف لا في 4 سنين 5 سنين 6 سنين ومشت المسألة برا. والله الأول برا ما عزز. ليس كل من عاش طويلا فهو في عداد الأحياء، فعمر الإنسان لا يقاس بعدد السنين. فكم من البشر عاشوا سنينا طويلة ولكنهم لم يخلفوا وراءهم سوى ذكرى طواها الزمن وذابت تحت وطأة أحداث الحياة. وهناك من عاشوا سنين قصيرة لكنهم حفروا لهم مكانة في نفوس محبيهم وسموا بأخلاقهم حتى باتوا على لسان كل صغير وكبير أنشودة الصدق والوفاء ومعان سامية تتحرك في الحياة. وفي الماتم على طول يعني في الماتم آخر أيام أنا كنت أوديه الماتم أجيبه من الماتم إلى بيتهم يعني يقعد يسولف ما أدري شنو وبعدين يتضايق وايد هو من الاي سي ما يبغي الاي سي ولا يبغي البانكا. حتى احنا كنا بعض الأوقات إلين حار ما نقعد تحته دائما يبغي هذا الجو حار عنده كله بردان. في المسجد يعني بعض الأوقات يجي يأذن أدانة محترم صلاة يعني يصلي في الأوقات يصلي يعني رجال محترم مؤمن يعني أي سيدنا نعم السيد المرحوم رحمه الله سيد سعيد كان يعني رجال ضرير لكن مو ضرير قلبه هدي أحسن من الهدي يعني كنت نهادش وياه البحر في الحداق في القنبار هو كان وياي يعني على طول ندش القراقير في البحر إذا أنا أتغويت كرقور هو يدلين عليه وهو يعني ما يشوف يعني مثلا أنا أتغوى كرقور يقول لي روح مثلا شلت واحد الفاني يقول لي روح شرق روح غرب روح شمال يعني على الوصف اللي يقول لي أروح عليه. كان في البيت يعني يصنع قراقير يصنع تشيس ياس مال السمك يدش البحر ويا اخوه يسلي يعني عباره حدي مو هذا يعني هو كان يعني هو عمى. لكن مثلا انت عندك زواج عندك وفاه تقول له روح اعزم لي في الديره يروح يعزم في الديره بيت يدلي اي بيت اللي تقول له يعني الديره كلها ما يخطرها
يروح هذا مثلا يعزمهم، يجي فلان بن فلان عشاك في بيت الفلاني في عقب الصلاة ما أدري صلوا تعال تعشى، مثلا زواج تقول له روح عزم لي حق زواج، يروح يعزم مثلا بن فلان وفلان بعرس ولده حياكم هذا باركوا إليه في الريوق من الصبح يسوون يعني ممروس ما أدري ويش، وهذا يعزمون الناس على القدوع ويروح يعزم، يروح الجفير يروح الماحوز ويعرف بيوتهم كلها، يعرف البيوت الماحوز يعرف بيوت الجفير، ايه على طول هالشكل يعني. أشوفك آية بين الناس، سي سعيد الله يرحمه طبعا. الله يرحمه رجال متواضع ومحترم ومصلي، يعني ليلة يروح المسجد يصلي والصبح والمغرب يصلي، وتوفى عن عمر تقريبا 80 سنة يعني سنة 1016 أعتقد تقريبا 1016 يعني عمر من ولده، وتوفى يعني في رمضان اللي راح تقريبا يعني نهاية رمضان توفى، وكان يعني رجال محترم ومتواضع. الله يرحم عم السعيد، رجال متواضع ويعني هو صق ضرير، ولكن يدل الديرة بيت بيت ويروح من هنا للمسجد بروحه، ويجي يروح الماتم بروحه، يعني هذا مش ما تقول انت عصاته هاي تدلي يضرب الطوفة وتدلي، ما يبغى واحد يقيده ولا شيء، لأن قلبه عبارة ما هو قلبه مفاتح عيونه يعني سقطة ضريرة، ولكن قلبه يعني واعي رجل يعني في الديرة هذا عمره 80 سنة الحين، بس ما تعادي أحد ولا شيء، رجال محترم في الديرة وكل واحد يعرفه، أنا أعرفه والجهال يعرفونه والشياب يعرفونه أهل الجفير وأهل المحوز، رجال محترم. أنتم ما شاء الله عمر طويل، تاريخ محترم مكلل بالنجاح وبالأحداث الجيدة. ذاك الزمن الماتم شلون كان وضعيته، الناس قبالهم إلى الماتم، لما يجون إلى الماتم شلون يصير؟ الأول قبال الماتم الأول أحسن من الحين. إيه مثل؟ الأول كله شياب وكل واحد محترم الفاني. بلى. كل واحد محترم الفاني. ولا واحد يتأخر به. إذا صار الماتم ما مش واحد يتأخر. والعود يخدم الصغير. بلى. شيابنا تركض حق النارجيلة وحق الدلة وحق الضوء وحق يركضون الركيل. بالنسبة عن خصوص السيد سعيد، كان لنا الأب والأخ والصديق وربانا على التعاون في البيت والحب، جعلنا مثل الدائرة مكملة لبعضها البعض، دائرة مغلقة بحيث ما نتفرج. بالنسبة إلى جدي سيد سعيد أتكلم عنه بكل صراحة، كان يعني على رغم كبر سنه و يعني الناس تقول كبير السن واللي ما تعلم يعني ما عنده شيء، بس هذا سيد سعيد صراحة مدرسة، تعلمت منه كل شيء، رباني من يوم أنا كنت صغير ل 22 سنة أنا ملازم، عمر 22 سنة أنا ملازم منه مرافق ليلة، يعني نروح إياه السوق أروح إياه كل مكان كان يطلبه مني، وما حسسني يوم واحد إن عنده فرق بيني وبين أحد من عائلتي، يعني كان حبنا كلنا جمعنا على الحب. خدمة عندنا. زين الماتم وين كان الماتم عادة اللي يقرون فيه؟ أول ما صار الماتم وينه؟ مكان بيت هذا ها مكان بيت السيد علي. السيد علي. مسوى جريد. طيارة كان. سوى طيارة شقف سعف ودار ما دارها جريد زفان. وبعدين؟ بعدين صار يوم هذا صار جدي. بالخاص صار هنا يوم توفى جدي سيد إبراهيم صار هناك في الماتم في المسجد في المسجد هذا الوسطي قصيني المسجد الوسطي يسمونه الحسيني. وها نحن نقف اليوم
من جديد مع ظاهرة الموت التي قهر الله بها عباده. نقف أمام شخصية آثرت الموت بعد مشوار صادق مع كل من حوله في تعامله ومع ربه في عبادته. أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني. أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرمين.